ورجعنا بعد الفاصل نبدأ أول فقرات حلقتنا اليوم مع دكتور محمد رحيم، أخصائي تغذية علاجية طب القصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور معانا. أهلا بك دكتورة نانسي زهرة. كان في كتير جدا في الفترة الحالية أنظمة كتير جدا متداولة بين الناس، منها الكيتو دايت، منها داكن دايت، يعني اختلفت أو اختلفنا معاها أو اتفقنا منها فعلا اللي حقق نتيجة إيجابية، لكن ظهر مع النتائج الإيجابية بعض الآثار الجانبية لاستخدام النظام الغذائي زي الكيتو دايت. طبعا في الفترة اللي فاتت كتيرة جدا جدا من الدكاترة والأطباء قالوا إن في مزايا وفي عيوب. من أهم المزايا لي إن هو إنقاص وزني سريع. مشكلته والعيوب اللي احنا عانينا منها في الفترة اللي فاتت الكيتو أسيدوزيس اللي بيحصل دايما أو بيسبب كتير جدا فشل كلوي لا قدر الله. لكن في أنظمة حضرتك بتنصح بيها، ايه هو النظام الغذائي اللي تقدر تقول لنا او النهارده تفسره لنا زي الرامد؟ ايه هو الرامد يا فندم؟ هو الرامد هو اقوى برنامج غذائي انت ممكن تمشي عليه. ايه الفكره؟ الفكره ان الدايت عمره ما كان ترند، عمره ما كان موضه. فمش موضه طالعه دلوقتي كيتو، 4-5 سنين كيتو كيتو كيتو. قبلها كان في اتكنز دايت، في دوكان، كان في ديتوكس دايت، هو عمره ما كان ترند. كتيره جدا من الانظمه المختلفه يعني. بالظبط كده. الفكره ان الدايت لازم يبقى فيكسد وفليكسبل، يبقى ثابت ومتغير. ازاي؟ في قواعد ثابته لكن في متغيرات بناء على الحاله. هو ده الرامد. الرامد هو معتمد على نظريه بتقول ان جسمك كل ما كان قلوي اكتر، كل ما كان مور الكلاين، قلوي اكتر. طبيعه الدم في الجسم بيكون الكلاين ولا اسيدك، دي حاجه برده مهمه. بالظبط كده، مش اسيدك، الكلاين. بس القلويه بتاعته احنا بس هنحركها حاجه بسيطه جدا، فده بيخليك مقاوم للامراض. حضرتك لو تفتكري وقت مثلا اول موجه من قبل الموجات الاوبئه دي ربنا يعفو عنا كلنا، كان في حاجه اسمها انفلونزا الطيور. كان ضمن النصائح انك قبل ما تنزل تحط معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم على ميه تشربها وتنزل. ده بيخلي بيرفع قلوية الدم بشكل سريع، بس انت في الفترة اللي دمك فيها بقى مور الكلاين انت فعليا مش معرض، او جسمك بيقاوم الامراض بشكل كتير. فليه ما نمشيش تبقى جسمك مش الكلاين قلوي بزيادة، لا بنحرك البي اتش حاجة سلايتلي. بالظبط كده. ده عن طريق الغذاء بس، وعن طريق قواعد. القواعد دي تشمل حاجات كتيرة جدا. لكل الاعمار؟ لكل الاعمار، لانه كان بيختلف بناء على احتياجاتك. عشان كده فكره انك بيختلف عن دايت المتعلق بفصيله الدم، بيختلف جدا عن دايت فصيله الدم، لان دايت فصيله الدم كان بيطلب منك تاكل حاجات معينه ويمنع عنك اكلات معينه. بعض الفصائل مثلا كان بيتمنع عنها الالبان كلها، مظبوط؟ طب انا لو واحده سيده مثلا 40 سنه منعت عنها الالبان 3 شهور بيجي لها هشاشه. هنا الرامد تجاوز كل المراحل دي كلها، لانه بيتعامل معاك كلك ازول. حضرتك عاوزه تخسي عشان رقم واحد انا صحيح طبعا تبقى كويس، رقم اتنين عاوز شكلي كمان يبقى كويس، رقم تلاتة شكلي كويس بس وشي ما بهتش وشعري ما وقعش، مظبوط؟ احنا ازاي نعمل كل ده؟ ده الرامد، ان انا لما اوجه الحرق يتوجه ناحيه الدهون مش العضله، فحافظت على العضله. لو في ميه زاده في الجسم تنزل، لكن لو في ميه لكن نزل نعمل بالانس للميه في جسمك. بالاضافه ان وشك انت بتخس وبتصغر وبتحلو مش بتعجز وشعرك بيقع. هو ده الرامد، قواعد معينه بنمشي عليها وجواها الدكتور ليه مجال من الحركه اللي يخليه يجيب اعلى نتيجه مع المريض. غير مرتبط بتوقيت. بمعنى؟ يعني مثلا بنقول امشي على الدايت ده بعد 10 ايام هتلاقي نفسك خسيت 2 كيلو 3 كده يعني. نتكلم بقى على فكره انك انت ضمنت منين 2 3 كيلو خلال فتره زمنيه؟ حطيته على اي اساس؟ حطيته على السن الصغير ولا السن الكبير؟ حطيته على حد قاعد على مكتب ولا حد بيشتغل؟ فلما احنا نقول كده من غير ما نعرف حالتك الصحيه يبقى ده مش مظبوط. موديل كده للرامد. الرامد تخيلي بقى، الرامد كانت تفرته في العالم، الرامد قديم، الكلاين ميركل دايت قديم، حلو، كان مش حاجه جديده. لكن تخيلي تفرته، يعني بقى عاوز اذكر لك حاجه بسيطه كده. الطفره اللي حصلت في الميزوثيرابي في مصر، تكنيك الميزوثيرابي لحرق الدهون او الحاجه الحقن الموضعي، جاء بعد الله يرحمه سعاد نصر ما توفت في عمليه شفط، تمام؟ لما بدات تظهر حالات الوفيات الكتير مع عمليات التدبيس والتكميم وتحويل المسار والساسي وغيره وغيره وغيره، بدأ نجم الرامد يعلى. ايه الفكره؟ احنا عندنا نسبه وفيات بتحصل 6% لو انت شخص تحت سن 40 سنه وعامل احدى جراحات انقاص الوزن، هي تكميم او تدبيس او او او.
وما بتعانيش من مشاكل صحيه نسبه 6%. مش تخدير يعني؟ ما بيبقاش غالبيه تخدير. احنا بنتكلم على من شهر لثلاث شهور، بنتكلم 6% في اول شهر عشان كلمتي تبقى واضحه. عندك نسبه بتوصل معانا ل 10 ل 15% اول ثلاث شهور بعد الخضوع للعمليه. بعد الخضوع للعمليه مش بنتكلم على مشاكل تخدير اطلاقا يا فندم، بنتكلم على نقص فيتامينز ومينرالز، بنتكلم على الكومبليكيشنز اللي بتحصل بعد العمليه، الفومتنج الشديد، الهزال الشديد اللي بيصيب الشخص ده للشخص السليم. ما بيكونش ناتج ده عن سوء تغذيه بعد اتباع العمليه كده. ولا هو بيكون نقص المينرالز الشديد اللي حصل بالاضافه كام شخص بيدخل العمليه؟ لا ثواني، نقص المينرالز خلال الفتره دلوقتي هو خلاص خضع للعمليه وخرج، بعدها في مفروض سيستم معين او دايت معين يمشي عليه. بالظبط كده. لو ما حصلش ده هيحصل ناتج عنه مضاعفه؟ اي ناتج عنه مضاعفه. يعني نقدر نقول ان 6% دول، قطع كلام حضرتك، 6% دول بالتحديد اللي لم يتم اتباع نظام غذائي سليم بعد العمليه، ولا مشكله من مشاكل العمليه ذاتها؟ من مشاكل العمليه انها بتزود المورتاليتي ليت ريت، اسف حلو الكلام، بتبدا تعليه. بمعنى حضرتك لازم هاجي لك انك اول فتره في فومتنج محترم، ولازم هتبدا تاخد ان بتعتمد على مثلا احنا واحده حامل بتاخد كبسولات الكالسيوم. ينفع ما تشربش لبن؟ لا طبعا. لا لازم. طب انت بتاخد مكملات غذائيه وفيتامينز بس انت مش بتاكل، مظبوط؟ فجسمك امتصاصه للفيتامينز دي قل كتير، انت شايل 70% من معدتك او مقصر الامعاء او عامل الباي باس او عامل الساسي. في العموم اللي بيخضع في الاخر للعمليه هو اللي مش قادر فعلا يمشي على سيستم معين. بالظبط كده. فاكيد الرمد هنا بقى بيتجاوز معاه نقطه مهمه جدا، ان هو بيديك نفس الريزلت العمليه بلس 20% وقت زياده، من 20 ل 30%. بمعنى اقوى حاجه، اقوى نتيجه بتجيلك بعد اي جراحه خلال اول 6 شهور، مظبوط؟ تمام. ادينا 8 شهور وهتجيب نفس النتيجه بتاعت الجراحه. في اقوى من كده؟ عباره عن ايه؟ الرامد ان انت بتبدا تلتزم بقواعد فيكسد، قواعد معينه، القواعد دي انك نيفر اكسيد 12، ما تعديش 12 ساعه اكل، نيفر ليس ذان 8 اورز، ما تبقاش اقل من 8 ساعات، يعني مثلا احد الانظمه مثلا اللي هو الصيام المتقطع، احنا بنتكلم ان الناس بتوصل تاكل في 4 ساعات، ناس بتاكل مره كل 24، ناس بتوصل مره كل 36، لا طبعا ده بالنسبه لنا ده خطا تام. هناكل اكلات معينه اللي هتزود قلويه الدم، الاكلات المعينه دي مثلا منها الليمون، مع ان الليمون حامض، لكن لما يبدا يمتص ويبدا يدخل في الدوره الدمويه بالظبط، زود الالكلاين نسبه قلويه الدم بتاعتك سلايتلي زي ما احنا اتكلمنا. هنبدا نتكلم انك لازم تاخد ريبليسمنت ميل وانس ا داي او مره كل يومين. الريبليسمنت ميل وجبه بديله، انك بتاخد عصير، العصير دي في كل العناصر الغذائيه، معمول من اكل البيت تماما، لكنه هيعوضك عن كل المينرالز، هيعوضك انك تقعد تاكل ساندوتش وي وجبه خلال اليوم. انك على الاقل مرتين في الاسبوع بتعمل حاجه اسمها سيمتريكال دايت ضمن الرامد. احنا مثلا لو قلنا نيفر اكسيد 12 انك مش هتعدي 12 ساعه، سيمتريكال ان احنا بدايتنا ونهايتنا زي بعض وفي النص حاجه مختلفه. ضمن القواعد دي انت في البدايه شفنا عضلاتك ودهونك والميه في جسمك، وبناء عليها حددنا تارجت ان العضله لما تيجي قصاد الدهون يحصل لازم العضله هتقل اي بني ادم، بس تقل كام في الميه؟ النسبه المفروض تحصل لاي بني ادم 1 لـ4، كل 4 كيلو دهون قصاد منها كيلو عضله واحده بس تخس. لا احنا بنوصل للنسبه دي نص كيلو مصل قصاد كل 4 كيلو فات. بالاضافه مثلا لو تيجي نقارنه بالجراحه، انت بتتكلم انك بتخس تقريبا 1 لـ1. حضرتك لما تيجي تخس بتجد ان 50 كيلو خسيتهم 20 كيلو ماصل و30 كيلو فات، اللي هي نسبه كارثيه، عشان كده بيحصل لك فتيج وتعب كتير. في قواعد كتير للرامد، لكنه في النهايه بيوصلك لمرحله نزول وقت زياده عن العمليه، لكن نتيجه زي الجراحه بصحه كامله طبعا، وغير ريسك وفيات وريسك مشاكل، انت اوريدي بتاكل زي الناس. بيتطلب معايا مثلا بتكتب فيه سبلمنتس؟ اكيد. هنا بقى في نقطه مهمه جدا، حاجه تزود الميتابوليك ريت او معدل الحرق داخل. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم، يعني اشكرك جدا على النقطه دي، حضرتك اثرتيها. احنا برضو عندنا مشكله كمصريين برضو بنتكلم، انا لما اجي انا كدكتور اخد يا جماعه، لما يبقى في دايت عالمي وتبدا انت تاخد الدايت العالمي ده تطبقه في بلد معينه، طبقه على اهل البلد دي بوضعهم. احنا عندنا مشكله غير طبيعيه في الحرق. انت حتى لو بتشتغلي 12 ساعه انت قاعده على مكتب، ناس كتير يعني، تمام؟ احنا بنتكلم ان احنا مش من الشعوب طوال القامه، وطول القامه بيفرق جدا معانا في الحرق. احنا مش من طول الشعوب. طول القامه يفرق في الحرق؟ جدا. زي يعني برافو. احنا 2 نفس السن، نفس السن، بس واحد طويل مثلا 180 سم وحد 160 سم. هو الطويل ده عظمه مش اكتر. العظم نسيج بيحرق ولا مش بيحرق؟ بيحرق. الطويل ده جلده مش اكتر نتيجه المساحه اللي هيغطيها. طبعا. الجلد نسيج بيحرق ولا مش بيحرق؟
بيحرق. الطويل ده نتيجه ان عظمه اكتر، هو عضلته اطول بالتبعيه. العضله نسيج بيحرق ولا مش بيحرق؟ طبعا بيحرق. فهو عنده لوحده من غير ما يعمل اي حاجه خالص عنده اوبورتيونتي اكبر منك ان هو يحرق، وده حاجه بتاعت ربنا. ممكن بس نوضح ازاي الاورجنز دي او الاعضاء دي بتبدا تساعد الجسم في الحرق؟ تساعد الجسم في الحرق. الجلد هو اكبر عضو في جسم البني ادم. يا ترى حضرتك عارفه المعلومه ان تقريبا من 60 ل 70% من حرقك معتمد على اعضاء جسمك؟ بمعنى يعني احنا دي بنتكلم، احنا جسمنا مش بيحرق؟ بيحرق. احنا فين المجهود اللي عملناه غير الكلام؟ فين المجهود وشيل الواتس والحركه الشديده؟ وي مش موجود. نبضات قلبك بتحرق، الكلى وهي شغاله كويسه بتحرق، الكبد بيحرق. عشان كده الشخص المريض او المصاب بفشل كلوي او الشخص العليل الكبد نجد انه وزنه بيزيد وما بيعرفش يخس رغم انه مش بياكل. الجلد هو اكبر عضو في البني ادم. الجلد ده لو جيد، لو انت بتشرب ميه كويس، المينرالز عندك في جسمك مش ناقصه، هو اكبر عضو صحته بقت كويسه، فبالتبعيه اكبر عضو ده هيحرق كتير. العظم وصحه العظم، مش كده؟ الشاب بيحرق اكتر من حد عنده حاجه زي الهشاشه مثلا. طبعا مع السن عظمنا كثافته بتقل. نجد طبعا العضله، هو اكيد نسيج بيحرق بالتبعيه لان هو ده المصدر بتاع حرق الطاقه. طيب فانا ازاي احفز الاجهزه دي كلها؟ احفزها طبعا بشرب الميه، بالرياضه، بالنظام الرامد اللي هنتبعه. وبنتكلم بقى على دور السبلمنتس بقى. تجد ان الناس بتعمل، يعني شخص هيحلف لك وانت شايفه بيعمل رياضه، بيعمل كل حاجه ومش بيخس برضه. طيب لانه ما خدش كميات الاكل المناسبه والبروجرام المناسب ليه. لان زي ما اتكلمنا ان الرامد دايت فيكسد وفليكسبل. انا محدد لك وقت معين وحاجات معينه، بس انا بتحرك في نطاقها وبنزل وقتي وبزوده وبمنع وبقلل. دي نقطة. النقطة التانية، لما نيجي ناخد سابلمنت، طبعا أنا كدكتور رافض تماما أي سابلمنت كيميكال تدخل بقوة تأذيك. لازم ناخد سابلمنت طبيعي. مواد زي مثلا جرين كافي، القهوة الخضراء الطبيعية، الجارسينيا وهي مادة طبيعية، الكروميوم موجود عندنا في البروكلي وفي الكرنب الأحمر وفي حاجات طبيعية ممكن ناخده كمان من بره. الصلالة بتفرق جدا معانا، بالإضافة إلى إن من مشاكلنا كمصريين، ودي أحد مميزات تطبيق نظام الرامد علينا كمصريين، ان 70% مننا عندنا نقص فيتامين دي واحنا بلد الشمس. فانا كدكتور لازم اخد بالي الشخص ده اوريدي من ال 70 ولا من ال 30. فلو هو ناقص عنده فيتامين دي بالتبعيه عظمه يا اما تعبان دلوقتي يا اما هيبقى تعبان بعدين، لازم اعوض له كالسيوم وفيتامين دي. فالسبلمنتس ليها دور كبير جدا. برضو نقطه لازم كلنا نستوعبها، الاجانب او الامريكان بالذات مثلا كدول، الناس بحضرتك بتشتري الفيتامينز في علب 360، علبه تكفي سنه. الفكره هو عايش على كده، عشان كده المينتاليتي بتاعته بيوصل 70 و80 سنه هو قادر يفكر كويس. احنا عندنا دور ده نجلكتك تماما او مركون تماما، وده بنعوضه بالرامد وبالسبلمنتس اللي بتتاخد مع الرامد. تمام. يعني شرب القهوه والشاي والميه والكلام ده كله هيسرع اكتر من النتائج الايجابيه دي. نقطه بقى مهمه، الميه طبعا احنا بنتكلم بغض النظر الصيف شتاء او صيف، جسم الانسان قد ايه كميه الميه فيه؟ بنتكلم 2 ل 4 لتر في الصيف طبعًا. عندنا في مصر هنا 4 لتر، في الشتاء بتتكلم مينيمم 2 لتر، واحنا مقصرين جدا في الموضوع ده. القهوه والشاي، انا اتكلمت على القهوه الخضراء كحاجه فيها مضادات اكسده بشكل عالي جدا وبرده كميات في بالعقل، لكن القهوه الغامقه، القهوه سواء التركي او القهوه النسكافيه او بانواعه كلها، القهوه الغامقه بالاضافه الى الشاي، الحاجات اللي فيها صبغيات عاليه من الاحد اكبر الوسائل اللي بتعمل عندنا استرولايت في جسم الست. فهي بتشرب قهوه وشاي ومش عارفه رجلها بتبوظ ليه، مش عارفه شعرها بيقع ليه. كل حاجه اللي يتاخد اورال مختلف عن اللي يتاخد تابلت، لان القهوه مثلا كسكراب او حاجه هي بتعالج كسكراب. لكن لما اشربها وتبدا تدخل للكلى تتنقى وتبدا جزء منها يعدي في الدوره الدمويه، القليل منها كويس، لكن الكميات احنا بنشرب كميات رهيبه. احنا بتتكلمي على اقول لحضرتك حاجه، اسالي اي موظف ما بيشربش ميه مثلا، لكن انا ما بشربش ميه كتير، كوب او اتنين في اليوم. تابعي بقى هو بيشرب قد ايه قهوه وشاي، هتجد 8-9 كوبايات. الكلام ده كله مش حلو. بيتم عرض فعلا صور قبل وبعد النتائج الايجابيه للدايت والرامد بالظبط يا فندم. لا بيجيب نتائج فوق الممتازه، اصل بيتكلم على قارناه بينه وبين العمليات. حضرتك بترجح طبعا على استخدام النظام الغذائي بالظبط يا فندم. اديني بس اشوف الميه وقت زياده، يعني بنتكلم على 6 شهور، اديني 7 شهور ونص او 8 شهور، هديك نفس الريزلت 6 شهور بتوع العمليه من غير اي مشاكل، تساقط شعر او بشره او 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 او. بتقدر ازاي تحفز الشخص اللي داخل انه يستحمل 20% الوقت الاطول؟ اصل هو تخيلي حضرتك الشخص ده قضى مثلا 40 سنه او 30 سنه من عمره او 20 سنه من عمره في بوزن زياده. نقطه مهمه، عاوزه يدخل دلوقتي الناس تدخل تعمل سيرش على مشاكل جراحات السمنه وتشوف الناس اضطرابات بتحصل بعد الجراحه. اقول لحضرتك حاجه،
كم سيده، خصوصا السيدات، يعني اغلب جمهورنا من السيدات، طبعا الرجال فوق دماغي بس اغلب جمهورنا من السيدات. ليه بيزود ماسلز مثلا او حاجه؟ جميل. اللي عندنا بنستخدم التحديد، بنستخدم جهاز اولا هو انت لما تيجي تنزل بتنزل جزء ماسل جزء فات. طبعا احنا النسبه العالميه اللي نسبه السيف انك تنزل كيلو ماسل قصاد كل 4 كيلو فات. في الجراحات بنوصل لي انك بتخس 1:1 او 3:2، طبعا دي مصيبه كبيره جدا. في الرمد بنوصل نص كيلو ماسل لكل 4 كيلو فات، دي نسبه فوق الممتازه. بالإضافة اللي استخدمنا تكنولوجيا البي سي اس. البي سي اس ده تكنولوجيا غير طبيعية رائعة، بيعتمد على هو عبارة عن ايه؟ بنعمل تنبيه بالماجنتيك فيلد، بالمجال المغناطيسي للمصل. التنبيه بالماجنتيك فيلد ده حضرتك لما تيجي تنبه العضلة بننبهها سواء تيار كهربي او بالاكسرسايز، بتنبه جزء من العضلة وجزء لا. التنبيه بالماجنتيك فيلد بينبه، بيعمل فايرنج، بيعمل تنبيه لكل الالياف العضلية ليفة ليفة، العضلة كلها. حضرتك لما تمسك قطعة لحم هتلاقي دهون بين الانسجة العضلية. طبعاً. وفي دهون فضل فوق العضلات، وفي طبعا الجلد. البي سي اس بيعمل عندنا اذابه للدهون اللي بين العضلات، بيحرقها، بالاضافه الى الدهون اللي فوق النسيج العضلي. على الشاشه بالظبط، بالاضافه الى الدهون اللي فوق النسيج العضلي بتبدا كمان تتحرق معانا وبنشد الجلد. ده وانت قاعده تلعبي بالموبايل، حضرتك ماسكه الموبايل بتلعبي بيه، احنا بنعمل كل الحاجات دي مع بعض. دي ازاي كان الحاله دي ووصلت للحاله دي؟ احنا بنتكلم على فكره ده اقل من شهر. اقل من شهر ده عندي في المركز في البرانش بتاعي، اقل من شهر. لا عندنا صور كتير بس للاسف وقت الحلقه، ان شاء الله لينا لقاءات تانية اجيب لحضرتك حالات بتتكلم عن حضرتك بتبقى قاعده بتلعبي بالموبايل والجهاز بيعمل الشغل بتاعه. انت بتتكلمي على فوق ال 20,000 اكسرسايز في نص ساعه. والصوره اللي معانا دي كمان ليها نتائج ايجابيه واضحه من 90 ل 60، كان فتره قد ايه؟ انا عملت احنا بنتكلم في 3 شهور. حضرتك متخيله انت في 3 شهور لو عاملين جراحه ولا حاجه انت ممكن تنزل قد ايه خلال 3 شهور؟ هتنزل يا 25 يا من 25 ل 35 كيلو. احنا جبنا 30 كيلو في 3 شهور. على فكره الاستاذه فاتن كانت هي اساسا نيرس، اساسا ممرضه. فلما خست انا شغلتها معايا، هي كانت جايه اوبيز، لما خست خدتها ضمن التيم بتاعي كموديل. الايفكت اللي احنا عملناه في وقت قصير. تمام، انت بتتكلمي على هي لسه انسه حياتها مدمره وكمان ممرضه واقفه في عمليات واقفه في جراحات، لا والنتيجه ايجابيه هايله في وقت قياسي جدا. بالظبط يا فندم، حتى لو جينا نقارنه بينه وبين العمليه اكيد لا، من ال 20% الوقت اللي حضرتك بتقول عليهم لا الا بالظبط. بالظبط يا فندم، انا بتكلم في بعض الحالات لو شاب صغير في نتائج ايجابيه ملحوظه، يعني نتائج ايجابيه وده باين كمان في الرد الفعل. لو شاب صغير يا فندم بتتكلم انك بتتكلم ممكن تعدي العمليه كمان. انا بتكلمك على قاعده العمر مرتبط بال طبعا فندم بسهوله نزول الوزن. بالظبط، فوق 40 غير تحت 40، فوق 50 غير تحت 50. ولكن تقدر الدايت ده يتبعه كل امراه حامل او لا حامل؟ هنا بقى الوضع مختلف تماما، لان احنا بنغذي جنين في الوضع مختلف او حاجه زي لا فتره الرضاعه طبعا ينفع، بس احنا بنتكلم بقى ان الرضاعه بالذات ليها قواعد ثانيه مختلفه عشان كميات السوائل والالبان اللي بتتاخد عشان خاطر الطفل. تمام، يعني الدايت نقدر نقول هو ليه مجموعه معينه من الاغذيه، يعني من انواع الاكل اللي هتتاخد ولا ده عادي؟ لا مش كل الاكل طبعا هيتاخد بالنسبه لنا. حلو كلام. بالظبط كده، يعني مش كل انواع الفواكه هتبقى مسموحه، مش كل انواع الخضروات هتبقى مسموحه، دي نقطه. لكن قصاد منها في قواعد رئيسيه زي ما اتكلمنا، موضوع الوقت بتاع الاكل ما تقلش عن 8 ما تزيدش عن 12. فحضرتك ما تطبقش مثلا زي الناس اللي بتعمل صيام متقطع وبيقول لك انا بوصل 4 ساعات اكل في اليوم و20 ساعه ما اكلش، ده كارثه. تمام، بنتكلم ان ليه قواعد ثانيه. فكره الريبليسمنت ميل دي فكره مهمه جدا، ان انا بشرب عصير معين بنبدا نتكلم عليه مكوناته، بنكتبه لكل حد على حده بناء على حالته، بيغنيه عن وجبه متكامله، بيشبعه، بيسد شهيته، وبيديله طاقه وحيويه كبيره. بالاضافه لان يومين في الاسبوع على الاقل بنطبق فيهم ضمن الرامد حاجه اسمها سيمتريكال دايت، اللي هو الدايت متماسك، بيبقى فطرنا زي عشانا وغدانا بيبقى مختلف. بس هما 3 وجبات بس في اليوم ده، ال3 وجبات دول برضو مصممين لكل واحد على حدة. هو ليه قواعد كتير. القواعد دي بنزل نطبقها على كل شخص بنفسه. في هياخد سبلمنتس من اول يوم، في مش هياخد سبلمنتس من اول يوم، في حد ممكن ما ياخدش سبلمنتس نهائي. كل ده لازم يختلف من شخص للتاني، لكن ما نقدرش نقول ان في وقت متوقع ان انا هلاقي النتيجه واضحه قدامي. لا حضرتك قارنه، انا بتكلم لاي شخص، لاي شخص، لا لاي شخص، مش اي حد هيبداوا يبقى متوقع النتيجه الا بعد 3 شهور. لا طب لا مش 3 شهور، احنا من اول شهر، من اول اسبوع بتلاقي الريزلت بتاعتك. اقول لحضرتك حاجه، احنا بنتكلم خلال اسبوعين او 3 اللي ما شافكش هيقول لك انت عامل ايه في نفسك.
ده موضوع منتهي. فكره الرقم اقول لحضرتك ايوه ده اللي اقصده الرقم. فكره الرقم يا فندم، لو خسيتي 10 كيلو وما فيش حد لاحظ ولا انت لاحظتي فرق في المقاسات نتيجه انك خسيتي عضله وميه، ولو خسيتي 3 كيلو بس دهون وعملوا معاكي اختلاف غير طبيعي في المقاسات، انا افضل. وده كان واضح جدا جدا في النتيجه، يعني نتيجه بالزبط. هايله جدا جدا وفي وقت قياسي جدا بالظبط. يعني لو جينا نقارنها بينها وبين العمليات اكيد كل هيرجح استخدام دايت الرامد افضل من اي جراحه يا فندم. ننصح بعد استضافه حضرتك باتباع نظام الرامد لكل بيعانوا من المشكلة زيادة الوزن. الرامد هو النظام الأنسب لأهل مصر. تمام جدا، إن شاء الله مع بعض في حلقات قادمة ويكون معنا حالات فعلية موجودة وتعرض هي قد إيه التحسن اللي لاحظته أو قد إيه نزول الوزن فرق معهم في حياتهم. إن شاء الله فعلا. نشكر حضرتك وإن شاء الله نطلع دلوقتي فاصل ونستكمل باقي حلقات باقي فقرات حلقتنا اليوم.